نزلنا لكم من فترة مراجعتنا لأجهزة الجيل الجديد من الاكس بوكس اللي هم الاكس بوكس سيريس اس والاكس بوكس سيريس اكس، وجي الوقت عشان نتكلم عن جهاز بلاي ستيشن 5 ونوضح لكم اهم الميزات والاسباب اللي تخليكم تفكروا وتشتروا الجهاز، وهل فعلا الجهاز يستحق الشراء حاليا ولا تستنوا شوية لحد 2021. انا شادي جن ودي قناة جيمزاوي، والنهاردة هنرجع لكم منصة البلاي ستيشن 5. خلينا نبدا الاول كلامنا من ناحيه العتاد التقني، عشان في كلام كتير غلط منتشر بيوضح ان اداء البلاي ستيشن 5 اضعف من الاكس بوكس سيريس اكس. بالنسبه لمواصفات الجهاز فهو مبني على معماريه زين 2 من ام اي دي بتردد متغير بيوصل لحد 3.5 جيجا هرتز، والجهاز فيه 16 جيجا رام دي دي ار 6 مع قوه رسوميه 10.3 تيرا فلوبس من نوعيه ار دي ان اي 2. على الورق ايوه الجهاز تقنيا اضعف من الاكس بوكس سيريس اكس، بس ده مش باين خالص حاليا. كل الالعاب اللي تم تجربتها على الجهاز بتبين ان الاداء متساوي تماما ما بينهم حرفيا، ومفيش اي فرق ما بينهم خالص، فمش دايما هنعتمد على المواصفات المكتوبه لان تطوير الالعاب بيختلف. الفرق في المواصفات ممكن يبان في المستقبل كمان كام سنه كده، ونشوف الالعاب شغاله بشكل تقني افضل على جهاز الاكس بوكس سيريس اكس، بس لحد دلوقتي مفيش اي فرق بينهم. البلاي ستيشن 5 كمان فيه هارد اس اس دي بحجم 825 جيجا، متاح ليك منهم 667 جيجا بس، وهيكون من الافضل انك تجيب هارد خارجي للتخزين، عشان خلال السنين اللي جايه حجم الالعاب هيبقى ضخم جدا، ولعبه واحده بس ممكن تاخد ربع الهارد تقريبا. على سبيل المثال لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور، اللعبه حجمها معدي ال 130 جيجا. الجهاز نازل منه نسختين، النسخة الأولى وهي النسخة العادية واللي بيجي فيها مدخل اسطوانات بلوراي، ودي سعرها 500 دولار، وفي بقى النسخة التانية من الجهاز سعرها 400 دولار، ودي بتيجي من غير مدخل اسطوانات، يعني لازم تعتمد على شراء الأكونتات أو الألعاب من الستورز بشكل رقمي بس. نقطة التطوير الضخمة اللي عند بلاي ستيشن هي يد التحكم الجديدة دول سانس. أكيد كلنا عارفين إن يد التحكم الإكس بوكس الجديدة ما قدمتش طفرة تقنية، بل هم خدوا نفس الدراع اللي كان موجود مع الإكس بوكس وضافوا عليه زرار الشير الجديد مع تحسينات بسيطة لملمس الدراع. سوني بقى قدمت عكس الكلام ده مع الدراع الجديد الدول سانس. التغيير الضخم والاساسي هو ملمس الدراع، واللي بقى قريب اكتر من الاكس بوكس، لان معروف ان دراع الاكس بوكس دايما بيبقى افضل في الملمس من دراع البلاي ستيشن. مش بس كده، ده كمان اتضاف في الجهاز نوع جديد من الاهتزاز اسمه هابتك فيدباك، دي لوحدها طفره تقنيه جديده بتقدم احساس مختلف تماما في تجربه الالعاب. استخدامك للاسلحه هتحس بقوته في ايدك، لما الشخصيه او العربيه اللي بتتحكم فيها تمشي على التلج ده هيديك احساس مختلف عن الطريق، والاحساس كمان هيختلف لو على طريق صحراوي. كل ده هتحس بيه في ايدك، وحقيقي لازم تجرب الدراع بنفسك عشان تفهم قصدي. كمان الدراع بيقدم لك ادابتيف تريجرز، ودي خاصية جديدة للR2 والL2، لما بتكون ماسك قوس وسهم في اللعبة وتسحب السهم لورا هتحس بقوة السحبة. ضغطتك على الR2 بتكون مختلفة لما تضرب من الأسلحة المتنوعة، وده ظهر بشكل ملحوظ في Black Ops Cold War. كل المميزات دي لازم تجربها في نفسك عشان تحس بيها، ولكن ما تتوقعش انها تكون موجودة في كل الألعاب لان ده بيعتمد على المطورين نفسه. كمان وجود USB Type-C في الشحن هيبقى أسرع وعمر البطارية هيبقى أطول. الدراع فعلا يستحق انك تدفع فيه 70 دولار. من الحاجات اللي شهدت تطوير فعلا على منصة البلاي ستيشن 5 هي واجهة المستخدم. على عكس الاكس بوكس فسوني قررت تعمل واجهة مستخدم جديدة تماما لمنصة البلاي ستيشن 5 اللي بيغلب عليها اللون الاسود واللي شكله شيك جدا. واجهة المستخدم بتضيف شوية مميزات جديدة، اول ميزة وهي الكاردز، ودي بتظهر لك لما بتضغط على زرار الهوم، وبتوضح لك فضلك قد ايه في مهمة معينة في اللعبة، وكمان بتخليك تقدر تخش مهمات معينة حتى وانت على شاشة رئيسية للجهاز، طبعا كل ده من غير ما تحتاج تفتح اللعبة وتختار من جوه. كمان في امكانية انك تخلي اللعبة تساعدك، يعني مثلا لو مش عارف تهزم بص معين او تخلص لغز فبتخلي اللعبة تساعدك وتوضح لك تعمل ايه. المشكلة الوحيدة ان الخاصية دي عشان تشتغل لازم تكون مشترك في خدمة البلاي ستيشن بلس. منصة البلاي ستيشن دايما مشهورة بألعابها الحصرية، وشوفنا كمية تجارب اقل ما يقال عنها انها مذهلة. طبعا كل الكلام ده كان على بلاي ستيشن 4 زي جوست اوف تسوشيما، بلاد بورن، جارفور وغيرهم كتير جدا من الالعاب.
بداية البلاي ستيشن 5 هي كمان كانت قوية جدا بمجموعة من الحصريات الثقيلة، سواء كانت من الطرف الأول أو الطرف الثالث. من الطرف الأول شفنا إصدار 3 ألعاب هما ديمون سولز وسبايدر مان مايلز موراليس وسيك بوي أبيج أدفنجر، ومن الطرف الثالث شفنا لعبتين جاد فول وبوك سناكس. بس في نقطة لازم أوضحها، سناك بوي وسبايدر مان وبوك سناكس متوفرين كمان على بلاي ستيشن 4، وكمان جاد فول متوفرة على البي سي وهينزل منها نسخة على الاكس بوكس في شهر 5 اللي جاي. ده معناه ان مفيش حصرية فعلية للمنصة الا ديمون سولز، فلو انت من عشاق العاب فروم سوفت وير وسلسلة السولز انصحك تجيب الجهاز وتجرب، انما لو انت مش مهتم بالالعاب دي فمفيش سبب حاليا يخليك تجيب الجهاز، وننصحك تستنى شوية لحد سنة 2021. طبعا في السنة دي هتنزل حصريات قوية زي جادو فور راجناروك، ريتيرنال، راتشت اند كلانك، رافت ابورت، هورايزن فوربيدن ويست، وطبعا جراند تريسمو. كل التجارب دي تستحق شراء الجهاز، بس ده طبعا هيكون في 2021 خاصة النص التاني منها. بشكل عام بداية البلاي ستيشن 5 من ناحية الحصريات اقوى من الاكس بوكس اللي ما شفناش عليه اي حصرية قوية وقت الاصدار. حتى كمان هيلو انفينيت اللي كان الكل مستنيها اتأجلت لاواخر 2021 لانها مش جاهزة للاصدار، وده بيدي افضلية كبيرة لمنصة البلاي ستيشن 5 حاليا. هل الجهاز فيه خدمات تستاهل الاشتراك فيها؟ اكيد طبعا. الخدمة الاولى والاساسية هي خدمة البلاي ستيشن بلس، ودي لازم تشترك فيها لو حبيت تجرب الالعاب الاونلاين. الخدمة كمان بتقدم لك من لعبتين لثلاثة بشكل مجاني كل شهر، وفي شهر 2 هنشوف اضافة لواحدة من الحصريات عليها بشكل مجاني مقابل اشتراكك، وهي Destruction All Stars. الخدمة دي سعرها $60 في السنة. الجهاز كمان بيقدم لك خدمة تانية وهي البلاي ستيشن ناو. حاليا الخدمة فيها اكتر من 600 لعبة، من ضمنهم العاب نزلت على البلاي ستيشن 3 والعاب نزلت على البلاي ستيشن 4، ومع وجود شوية حصريات زي Horizon Zero Dawn وBloodborne وZelast of Us كل شهر بنشوف اضافة لاكتر من 5 العاب جديدة للخدمة. مجموعة منهم بتفضل موجودة مدى الحياة، ومجموعة منهم بتتشال بعد حوالي 6 شهور. سعر الخدمة دي $60 في السنة، بس للأسف هي مش خدمة قوية وما ينفعش نقارنها بالإكس بوكس جيم باس. خدمة جيم باس ستظل بتقدم التجربة الأفضل في عالم الألعاب، مع إضافة كل الحصريات وأكتر من 15 لعبة في الشهر من ضمنهم ألعاب ضخمة. كمان الخدمة بقى متوفر عليها اشتراك EA Play من غير ما تدفع أي فلوس إضافية عن اشتراكك الأصلي، كل ده $15 بس في الشهر. في حاليا شوية تلميحات وتسريبات بتقول ان بلاي ستيشن بتفكر تعمل خدمة جديدة شبيهة بالاكس بوكس جيم باس، وهتضيف عليها كل الحصريات اول باول، وهتكون برضو باشتراك شهري. الجيل لسه بيبدأ، وانكيد هنشوف خطط مختلفة من الشركتين خلال السنين اللي جاي. في الاخر بقى، هل البلاي ستيشن 5 يستحق الشراء حاليا؟ اجابة السؤال ده هكون متوقفة عليك انت. لو انت من محبي العاب فروم سوفت وير ونفسك تجرب ديمون سولز، وكمان لو عايز تاخد اداء افضل في الالعاب الجديدة زي سايبر بانك 2077 واسين كريد فالهالا وتعيش افضل اداء، فاكيد لازم تشتري الجهاز دلوقتي وفلوسك هتتحط في المكان الصح. انما لو انت مش مهتم بالعاب السولز وعادي ممكن تتاقلم مع اداء البلاي ستيشن 4 اللي معاك، فما انصحكش تشتري الجهاز حاليا، خاصه مع وجوده باسعار ضخمه وخرافيه. استنى السنه الجايه يكون في حصريات اكتر نزلت، وكمان السعر يكون قل شويه وتقدر تشتريه، ولما تشتريه وقتها اكيد سعره هيكون قريب من السعر الاصلي. دي كده كانت مراجعتنا السريعه لجهاز البلاي ستيشن 5. لو معاك الجهاز قول لنا رايك فيه تحت في الكومنتات، ولو لسه ما اشتريتش الجيل الجديد فناوي تشتري ايه، البلاي ستيشن 5 ولا الاكس بوكس سيريس اكس ولا السيريس اس؟ ولو شفتش مراجعتنا لأجهزة الاكس بوكس فهسيب لك رابط الفيديو تحت في الفيديو ديسكريبشن، ياريت تروح تتفرج عليه وتشاركنا برأيك وقولنا ناوي تشتري ايه. ولو الفيديو عجبك، وهو اكيد عجبك انا متأكد من كده، انت دلوقتي هتنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير للفيديو مع اصحابك اللي ما قرروش هيشتروا ايه من الجيل الجديد. وبس كده، كان معاكم شادي جين، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.